في مدينة الحق التعليم له الأولوية القصوى، إذ أنه أساس التقدم والتطور وأضمن وسيلة لتحسين مستوى معيشة الشعب العماني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في قناة البيداء هنا من فندق ومنتجع بلازا، حيث يشرفنا في هذه الأمسية أن نلتقي بأحد الوجوه المعروفة والمشرفة. رجل قدم الكثير من أجل وطنه، لم يتآنى دقيقة واحدة، كل ما في وسعه من أجل إخراج جيل خلف جيل، حتى الحمد لله وصلوا إلى أعلى المستويات، منهم الدكتور والأستاذ والمهندس والرجل الناجح على مستوى الأصعدة. معنا الأستاذ محمد بن سهيل بن مسلم المعشني. حياك الله أبو مسلم. الله يحييك من كل شر إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسلمك. الله يشرفك. كيف أخبارك؟ أخبار خير وعافية. طيرتي؟ أبدأ نمونا طيبة الحمد لله، كل شيء على ما يرام. الحمد لله. الحمد لله. يا مرحبا أبو مسلم، حيا الله بر علي خنا. الله حييك من الشر. الله يسلمك. حياك الله بر العي. الله يسلمك. حياك. أبو مسلم، ترى هذه مثل هذه اللقاءات دائما تكون مع الوجوه الطيبة اللي مثلك وأمثالك. حياك الله. ناس قدموا من أجل وطنهم وعندهم تجاربهم الخاصة. نحن يشرفنا في هذه الحلقة، طبعا نحن يعلم الله أعزائي المشاهدين إنه حاولنا بكل السبل وبكل وكانت جهود مضنية حتى الشيخ محمد جزاه الله خير وصل عندنا هنا. فالشيخ محمد نريد نعطيك يعني فرصة من الوقت بحيث إنه تقدر تعطينا عن سيرتك الذاتية في بداية الأمر. في العمل ولا سيرتي الذاتية من يوم اللي سافرت من هنا؟ نعم، قصدي طبعا انت من اي منطقه بالضبط؟ انا حتى من منطقه من مدينه شمال مدينه الحق. نعم. قريه حوز، يعني تبعد عن مدينه عن المركز عن مدينه الحق حوالي 5 كيلو الى جهه الشرق. الحمد لله، يعني انا من نفس القريه واموري طيبه باذن الله تعالى، وسيرتي سيره طيبه مع كل شان أي مواطن من المنطقة. والنعم فيك أبو مسلم. الله يحييك. رجل قني عن التعريف حقيقة. ولكن نحن عادة ترى البروتوكول الإعلامي يجب الواحد طبعا نسأله حتى ولو نحن كنا نعرفه عز المعرفة. نعم. فطيب أبو مسلم، أريدك تعطينا طبعا نبذة عن أيام في الستينيات ما سافرت. والله أنا أنت تعرف أيام الستينات كانوا الناس بيهاجروا أو بيسافروا من هنا من ظفار، وعامة يعني من عمان إلى متجهين إلى دول الخليج. فكان عمي الله يذكره بالخير حسن مسلم كان مسافر إلى الإمارات، وفي ذلك الوقت اللي يسمونها الإمارات السبع، أي قوة ساحل عمان، يعني الإمارات السبع قبل الاتحاد الجديد. نعم. فجاء يعني عمي الله يذكره بالخير جاء بإجازة، كان مجاز، كان شغال في الجيش. فلما وصل إلى المنطقة، طبعا أنت تعرف في ذلك الوقت لما يأتوا الناس صحيح من السفر يكون لهم طابة خاص، ويكون الناس يعني يستبشرون بقدوم هذا الشخص، لأنه هذا الشخص كان يحمل الخير، يحمل معه أشياء نحن ما تكون موجودة عندنا في المنطقة. فبينما هو كان في أوساطنا كانوا الناس بيتحدثوا وبياخذوا علومه إيش كيش وضعك وكيف الشغل وين بين. فأنا طبعا في ذلك الوقت كان يعني عمري يعني ما كنت يعني من الناس يعني زي ما بتقول عمري كبير، يعني كنت صغير وكنت بتحسس إلى هذا الكلام، لأنه الناس
الكبار بيتداولوا هذا الكلام وبياخذوا علومه، وطبعا بيعطي سيرته وبيعطي عن الشغل اللي بيشتغلوا في الإمارات. فالناس بتنظر إلى هذول الناس على إنهم مفضلين عندهم من حيث العيش ومن حيث الوضع الاجتماعي ومن حيث العمل ومن حيث المردود المادي أكثر من الناس اللي في المنطقة. حتى اللبس. أي نعم، حتى اللبس، حتى الشكل. يعني أنا تحسست وأخذت هذه الأمور كلها سجلتها في راسي. طبعا الرجل كان مجاز وكان في فترة الإجازة، وأثناء رجوعه يعني خبر الناس وخبر الأهل على إني أنا خلاص يعني الرخصة تبعي تكاد إن تنتهي أو تخلص، فأنا راجع بإذن الله. طيب أنا لما سمعت هذا الكلام رحت عنده وخبرته، قلت له يا عمي من فضلك أنا أريد أسافر معك. قال لي كيف تسافر معي؟ اللي مثلك اللي أعمارهم يعني الأبناء أو الأولاد اللي أعمارهم مثلك مستحيل كل الاستحالة يحصلوا على شو اسمه جوازات سفر في ذلك الوقت. صحيح. فأنا حاولت أقنعه، لحيت عليه إلحاح غير عادي، إلحاح شديد على إنه مثلا أنا ما خليت له فرصة أبدا. قلت له بأي شكل من الأشكال إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا ما بخليك، لازم أسافر معك، لازم أسافر معك. حاول يقنعني ما اقتنعت. قال لي إن شاء الله، لما شافني كذا مصر قال لي إن شاء الله. جزاه الله خير. جزاه الله خير. طبعا نحن عايشين في الجبل، نزلنا من الجبل إلى المدينة، مدينة طاقة، وبتنا هناك كم الليالي. هو كان بيجهز نفسه، بيجهز نفسه من حيث ممكن ياخذ شيء من السلف من عند الناس علشان يزودنا في 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 السفر هذا. لما رجال جهز نفسه نحن مجموعة يعني عدة أفراد معه، كلنا بصحبة المذكور عمي حسن الله يعطيه الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. يعني خلصنا من طاقة، اتجهنا إلى صلالة ماشيا سيرا على الأقدام. صحيح. حتى وصلنا صلالة بتنا عند أحد الإخوة والأصدقاء اللي هو بيعرفهم، يعني نحن ما نعرف، نحن معه على طول يعني مصحوبين. صحيح. بتنا هناك في اليوم الثاني، صبحنا مكتب شو اسمه والي البرزه الشيخ. نعم. الشيخ حمد بن الشيخ حمود الغافري. الغافري طبعا نحن الحين انا بالنسبه لعمي عنده جواز، انا ما عندي جواز. صحيح. والجماعه اللي معانا برضو اظن يعني ما عندهم جوازات، نريد نستخرج جوازات. لما صبحنا وجدنا ناس في البرزه عند الوالي، تقدم عمي الله يذكره بالخير فطلب يعني كلم الشيخ حمود قال له نحن نريد نسافر ونريد يعني جوازات سفر عشان نسافر. قال مين معك؟ خبره. قال له أشاري لي أنا وأشاري للجماعة. فلما أشاري لي أنا قال هذا مستحيل، لأنه هذا من العمر، هذا الولد مستحيل كل الاستحالة يحصل على جواز. المهم نحن ما قتنعنا هذيك اليوم، ما حصلنا إلا هذا الكلام. رجعنا وفي اليوم الثاني صبحنا، وكانوا هناك ناس جزاهم الله خير اللي مات منهم والحي منهم والميت، في ناس في البرزة. فعمي الله يذكره بالخير كلم الجماعة قالوا لهم نحن نريد منكم تساعدونا علشان عملية يعني الكلام أو تتكلموا مع الشيخ حمود الله يذكره يرحمه الله يرحمه عشان يستخرج لنا جواز. المهم ترددنا كم من يوم، والله ما أدري بالضبط كم من يوم، ما حصلنا على شيء. آخر شيء قلنا ممكن الشيء الوحيد اللي ممكن نحصل عليه أو نحصل على الجواز إذا ذكرناه على إنه ممكن نقول هذا الولد مريض ونريد نسافر يعني ناخذه للعلاج خارج البلد. طيب اتفقوا على هذا الكلام، وبعدين جزاهم الله خير الناس الحاضرين قالوا الله الله يعني وجبوا الشيخ الله يرحمه، وقالوا شو اسمه يعني الشخص الأخ حسن يريد ياخذ ابن اخيه للعلاج خارج البلد، الله الله فيه نريد له يعني روح شو اسمه ساعدوه. اذكر الرجال الله يذكره يرحمه وافق.
أذكر يا شيخ سعيد والله هذيك المرة أني أذكر في كاميرا محمولة نعم في ساحة الحصن هذا صورونا أنا ويا صورة واحدة يعني يسمونه مصحوب يعني في جواز واحد اثنين في واحد اي بالضبط. المهم أعطونا الاستمارة هذه لأن استخراج الجواز مش من صلاله حسب ما تتوقع أنا أو حسب مفهومي إنه بيكون من مسقط. صحيح. المهم أخذنا هذه الاستمارة مع شو اسمه الاستمارة هذه اللي معانا والجماعة اللي معانا كلهم يعني حصلوا على جوازاتهم زين. خلصنا من الوالي الحين بقينا كيف نحصل اللنج أو نحصل العبرة اللي ممكن نسافر فيها. طبعا سافرنا بعد كم من يوم حصلنا اللنج وسافرنا فيه. طبعا أنت تعرف أيام البحر وأيام ما لا طائرة موجودة ولا شيء موجود مجرد البحر. صحيح. البحر يعني مثلا اللنج هذا أنا أعتبره في ذلك الوقت كوسيلة بدائية يعني يلا يلا بس تمشي مشي خاطر عدة يعني وكأنك بتغامر يعني. صحيح. قامرنا في البحر هذا وسافرنا ليالي مظلمة وأمواج هايج وبحر هايج وأنا يعني والله إلى الآن إني أتخيل الموقف هذاك والوضع هذاك إلى الآن في ذاكرتي. صحيح. الأمواج العاتية إذا شفت اللنج مرات يطلع أو مرات ينزل في البحر تقول خلاص يعني ممكن ننتهي لكن ربك فولنا وزحمة الناس وأنا أكره شيء يعني السفري أكره شيء السفر عن طريق البحر لأنه ما يتلائم معي ما أرتاح للبحر. المهم سافرنا من هناك والله ما أدري كم من أسبوع حتى وصلنا مسقط. لما وصلنا مسقط نزلنا في مطرح استأجرنا بيت يعني بعد يومين أو ثلاثة أيام نريد الحين نستخرج الجواز نستخرجه من وين نستخرجه من مسقط مش من مطرح من مسقط. أي نعم. أنا ذاكر إني أنا وعمي بعد ما يعني صباحا نتجه سيرا مشيا على الأقدام حتى من مطرح إلى مسقط ترددنا كم من يوم وحصلنا على الجواز الحمد لله. خلصنا الحين نريد نسافر سافرنا عن طريق إيش عن طريق شاحنة نقل يعني نقل البري يعني زي ما بتقول سيارة قديمة وفيها حتى فيها دعون بما يقولون فيها دعون مشحونة ونحن ركاب على الدعون هذا على العفش اللي موجود في السيارة. سبحان الله. طيب الطريق إيش طريق ترابي من مسقط إلى الإمارات. أنا أذكر أنه كل طريق ترابي ما في طريق أسفلت لأنه أشياء بدائية كلها. صحيح. أشياء بدائية. سافرنا لما وصلنا دبي حصلنا بعض الإخوة جزاهم الله خير استقبلونا استقبال حار ورحبوا فينا أجمل ترحيب. إخوة طفاريين بيشتغلوا في الجيش جيش قوة ساحل عمان. المهم بعد يعني العشاء يعني في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل اتجهنا إلى المعسكر اللي بيشتغل فيه عمي. انتقلنا من دبي إلى نفس المعسكر هذا الشارقة في ذلك الوقت يسمونها قوة ساحل عمان. صحيح. يعني قبل اتحاد الإمارات كانت الإمارات السبع وكان الجيش في معسكرين معسكر للعرب اللي هم من الإمارات ومن عمان ومعسكر آخر للانتداب البريطاني لأنه كانت تحت الانتداب البريطاني في ذلك الوقت. المهم عمي باشر في ما أدري بعد يومين أو ثلاثة أيام باشر عمله وأنا الحين يعني بين البين لأنه الجيش اللي في سني أنا ما يقبله. صحيح. شفت كيف بقيت فترة وبعد الفترة هذه في مدرسة جيشية مدرسة عسكرية موجودة في نفس الموقع هذا في الشارقة في نفس تابعة للجيش يعني تعتبر مدرسة داخلية كأنها مدرسة قابوس الداخلية يعني نفس مدرسة قابوس الداخلية كذا لكن هي مدرسة عسكرية بمعنى العسكرية كلها ما عدا المعدات العسكرية.
الملابس عسكرية والتدريب عسكري والنظام نظام عسكري والإشراف إشراف عسكري، كل شيء يعني عسكرية بحتة. يعني بعد فترة كذا من خلال يعني بعض الإخوة جزاهم الله خير ومن ضمنهم عمي راحوا عندي دارة المدرسة وقالوا نحن عندنا ولد هنا نريده يدرس لأنه ما يقبل الجيش. المهم بعد محاولات قبلوني وسجلت في المدرسة. المدرسة فيها أعداد كبيرة من الطلاب، يعني اللي من الإمارات واللي من عمان من في ذلك الوقت، لكن هي بسماها في ذلك الوقت مدرسة قوة ساحل عمان. جميل. يعني بالإنجليزي بويز سكول، يعني مدرسة ممتاز. تريش أنا حافظ اسمها تريش العمان بويز سكول، يعني المدرسة مدرسة قوة ساحل عمان. طيب هذه المدرسة فيها كافة الأنشطة موجودة فيها. جميل. أنشطة عسكرية رياضية، يعني من مختلف الأنشطة الرياضية موجودة فيها، وحتى السباق فيها. شفت كيف؟ يعني بقيت فيها فترة، يعني دراستي كملتها هناك. يعني طبعا في العطلة الصيفية عندما تكون العطلة ما عندي أهل هناك، أروح عند الجماعة عند جزاهم الله خير، لأن الإخوة الطفاريين في ذلك الوقت كانوا عائلة واحدة وكانوا ناس مترابطين. صحيح. أي واحد يأتي من هنا يعني على الرحب والسعة عندهم. صحيح. نجلس وبعد الإجازة عندما يأتي العام الدراسي وهكذا يعني آتي للمدرسة وأدرس. وفعلا حملت فيها في نفس كنت مسؤول ثكنة عسكرية من الطلاب يعني في نفس الوقت هذا، وكان بعض الظفاريين اللي بيدرسوا في نفس المدرسة هذه حوالي 6-7 من ظفار. ممتاز. نعم. أبو مسلم، طبعا أنت ذكرت لنا أنه هذه المدرسة هي تابعة لقوات ساحل عمان. أريدك على السريع كذا تعرج لنا حول طبعا الدراسة، غير طبعا الأمور الرياضية، إيش بالضبط المواد اللي كانوا بيدرسوها غير؟ والله يا أبو شموخ المواد كل المواد فيها، فيها كل المواد، والمعلمين معلمين في جميع التخصصات موجودين، يعني كل التخصصات فيها، يعني رياضيات عربي علوم انجليزي اجتماعيات جغرافيا رسم كل شيء فيها. ممتازة. شفت كيف؟ والمعلمين كلهم أردنيين من الأردن، والمناهج مناهج أردنية، أردنيين في نفس الوقت في هذاك الوقت. في هذاك الوقت تقريبا هي في بداية الستينيات. في بداية الستينيات. نعم. طيب أبو مسلم متى رجعت بعدين؟ بعدين يعني لك مدة طويلة هناك تذكر؟ الحين لك مدة طويلة؟ لي مدة، نعم لي مدة طويلة. وبعدين أنت تعرف أنه الناس بيجون من البلد من هنا. نعم. وطبعا يعني بعض الإعلام بيخبرون عن وضع البلد وعن هذا، وصار عندي إحساس وكبرت نوعا ما، وصار عندي أتذكر البلد وأتذكر الأهل وأتذكر المنطقة يعني هاجد، يعني راودني يعني الشوق. نعم. زي ما بتقول اشتقت إلى البلد، وقلت خلاص يعني أرجع بإذن الله تعالى. كانت مجموعة هناك من الجيش من الرجال الظفارية هناك اللي بيشتغلوا عندهم إجازة، ورحنا كلنا مع بعض. أنا طبعا والله يعني زي ما بتقول وضعي كان يختلف عنهم، لأنه جوازي كان مع عمي، وعمي قد خرج وكان في البلد، والحين أريد شيء اللي ممكن يمشيني عشان أطلع. صحيح. من الإمارات عبر الجو عبر الأسافر. حاولت آخر المطاف جزاهم الله خير، في شخص هناك عمل لي زي ما بتقول يعني مذكرة كذا فيها كاتب فيها رمز من الرموز، لأنه في ذلك الوقت هم تابعين للتنظيم يعني التنظيم. نعم. المهم قال لي احتفظ بهذه الورقة أو هذه الورقة اللي صار هذا، خذه معك وخليه خبيه ما حد يشوفه حتى توصل إلى عدن. عندما توصل عدن في المطار طلعه وأعطيه الشخص اللي بتقابل. قلت لك جزاك الله خير. المهم سافرت مع الجماعة عن طريق الجو حتى وصلنا عدن. من عدن سافرنا برضه في طائرة قديمة يسمونها من مخلفات البريطانيين اللي هناك، اسمها باسكو، أذكر اسمها. نعم. باسكو اسمها.
سافرنا حتى وصلنا إلى حضرموت، عفوا إلى المكلة. نعم. من المكلة والله ما أدري كم بقينا كم من يوم، نفس الشيء أخذنا سافرنا عن طريق البحر في لنج حتى وصلنا القيضة. من القيضة ما خلاص متوقف كل شيء، توقف كل شيء، ما في أي حركة، لا حركة بحرية ولا برية ولا جوية. المهم أخذنا سير على الأقدام نحن المجموعة هذيك من القيضة حتى وصلنا إلى الداخل، يعني وصلنا إلى المناطق الداخلية إلى الغربية. الغربية يعني. أيوة الغربية، لما وصلنا الغربية يعني تغير لنا الوضع شوية، استقبلونا ولكن نحن كنا متلهفين ومتعطشين على أنهم يستقبلونا بالأحضان. صحيح. لكن وجدنا أن الوضع مختلف، وضع ما عاد هو الوضع السابق اللي نحن كنا حاملينه وشاعرين فيه أيام اللي كنا في الخليج. نعم. كل شيء تغير، حصلنا كل شيء متغير، فكنا بن 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 يعني بنتردد، يعني بنناقش بعضنا البعض، لماذا حصل هذا؟ كيف هذه الوجوه؟ يعني ما عاد هي تغيرت، وجوه مكشرة ومتغيرة، إيش اللي حصل؟ والله ما ندري. المهم بقينا فترة هناك، وبعدين يعني نحن متوزعين، نحن المجموعة هذه كلنا يعني مش من منطقة واحدة، على مستوى المحافظة، على مستوى جبال ظفار كلها. المهم خرجنا من هناك ونحن عدنا، يعني شفنا وضعنا ما عاد هو وضع زي الأول، يعني شفنا وضع متغير. صحيح. وعلى ثقة ببعضنا البعض، وكنا نناقش بعضنا البعض إيش اللي حصل. المهم أنه حصل شيء، وبعدين انكشف ذاك الشيء اللي كنا نحن شاعرين فيه. كل ما أتينا منطقة، الشخص اللي من منطقة يبقى في منطقته، ونحن يعني يلا 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 نمشي نمشي، كل حد في منطقته، حتى بقينا نحن أربعة من ولاية طاقة حاليا، اللي هي يعني مثلا جبل طاقة. من هناك يعني رحنا حتى وصلنا، التقينا ببعض الناس واجتمعوا فينا وخبرونا عن أخبار المنطقة الغربية كيف وضعها، خبرناهم. المهم خبرونا إنه الوضع 1 2 3، إنه حاصل كذا وحاصل كذا، وضع غير مهيئ، غير مجدي وغير طيب. سبحان الله، في عراك موجود وفي مشاكل موجودة، وفي تيارين أو زي ما بتقول يعني حد يعني له وجهة نظر تختلف عن الثاني، وهذول يعني يختلفوا عن كل حد، له رأي وله مبدأ وله هدف. نعم. متغير. المهم عرفنا انه فيما بعد على انه في هناك الشرقيين، هذول ناس مجتمعين زي ما بتقول يعني، وعندهم الوضع يعني الوضع هذا اللي الجماعه اللي من المنطقه الوسطى والمناطق الغربيه هذه يختلف، زي ما بيقول بيسمونهم الحزب، احزاب، ناس متحزبين، وهذول مقاومين الحركه التصحيحيه، تريد ايش؟ ان تغير مسار الثوره الى مسار يعني طيب ومسار سلامي اخوي. وهذول الناس عندهم مبدا شرقي، وهذول الناس ما هم راضين بهذا المبدا. فسار هناك تناهر، وسار هناك تحزب ما بين الطرفين. طبعا احنا اتجهنا الى جهه الشرقيين هذول مع التجمع هذا، واجتمعنا وناقشنا الوضع، وقلنا الوضع هذا كل شيء ممكن إلا الدين. صحيح. الدين يعني خط أحمر، مهما يكون الأمر لا يمكن. إذا عدنا أحياء إن نرضى تغيير ديننا وعقيدتنا الإسلامية، نحارب، نستشهد، نقتل، يصير اللي يصير، ما عندنا أي مشكلة، المهم نضحي نضحي. تمام. فصار تجمع كبير، تجمع كبير، في ناس سعاد خير بين الطرفين من المواطنين، جزاهم الله خير، الحي منهم والميت، الميت الله يرحمه والحي الله يعطيه العمر والصحة إن شاء الله، سعوا بيننا علشان يكون نجتمع، ووفقوا في 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 المسعى في السعي. فاجتمعنا في دربات، هذا بعد إيش؟ بعد أشهر، وبعد الحشد، وبعد
اجتمعنا في دربات واتفقنا وجلسنا مع بعض الطرفين على انه تكون محاسبة ويكون هناك يعني في تفاهم ما بين الطرفين، بين الطرف هذا وبين الطرف هذا، وان تكون يعني ومن ضمن هذا العقيدة الإسلامية، هذه عقيدتنا تبقى وديننا يبقى وأخوتنا تبقى وكل شيء يبقى زي ما العادة القديمة، عادتنا اللي كنا نعرفها، لا تغيير في وضعنا نهجنا الإسلامي. اتفقنا على أنه تكون محاسبة. طيب الناس هذولا يريدوا يمشون، الله يرحم من مات منا واللي والحي الله يعطيه الصحة والعافية. نحن ناس بنمشي يعني زي ما بتقول في على خط مستقيم، والناس هذول قدروا بنا وقدروا بالاتفاق هذا، أخذونا ووزعونا بعد ما قالوا نحن الحين نريدكم أن تأخذوا فترة راحة وترتاحوا، ومن ثم بعد هذا يصير الاجتماع. نحن فكرنا أنه هذا الكلام صدق، عصرهم يريدوا إيش؟ يريدوا يمشونا، مشونا في هذا الوضع، وفعلا توزعنا فيما بعد، وزعونا وأعطونا إجازة، قال كل واحد منكم من أراد منكم من يبقى ومن أراد منكم من يروح إجازة. جميل. الاتفاق هذا خلاص تمخر، لن يحصل منه أي شيء على الإطلاق. المهم حصل اللي حصل، وبعدين نحن عرفنا أنه الوضع خلاص، يعني الجماعة هذولا قدروا والاتفاق نقطوا العهد اللي ما بيننا والاتفاق اللي ما بيننا. شفت كيف؟ بعد فترة يعني بدوا ما شاء الله يمسكوا يعني باعتقال الرموز، الحركة هذه هم يسمونها الحركة الانقسامية، نحن نسميها الحركة التصحيحية لمسار الجبهة إلى الأفضل. مش نحن لسنا لا يعني مش مرتبطين لا بعماله ولا مرتبطين مرتبطين بالنهج الاسلامي الصحيح ومسار الثوره ومسار الناس، يعني يكون لنا نهج اسلامي طيب وناس تعيش معيشه طيبه. المهم اخذوا رموز الحركه، اخذوهم واعتقلوهم، واللي اعتقل منهم على طول ما رجع. أن عدم الله يرحمنا ويرحمهم إن شاء الله. زين اللي بقى منهم بقوا الناس من جميع، طبعا الحين الناس فهموا إنه لا يمكن الناس هذول مهما حاول الواحد أن ينضم إليهم النمو على طول، يعني مصيره الذبح، الإعدام الإعدام. حد اتجه إلى الشمال، سيرنا على الأقدام غير مقتنع على إنه يسلم نفسه، وحد بقى مختفيا فترة وحد سلم نفسه. شفت كيف؟ طبعا بالنسبة لي أنا بقيت فترة ومن ثم سلمت نفسي، اتجهت إلى حكومتنا الرشيدة جزاه الله، إلى جلالة السلطان وحكومته، لأنه في ذلك هو نادى بالخير ونادى يعني عفى الله عما سلف، وسلمت نفسي إلى الدولة. يعني أبو مسلم رأيت أنه بعد هذا يعني التجربة كلها، بعد ما تفضلت فيه من حديث طيب، وهذا الحديث ربما كثير من الناس يعرفوا هذا الكلام، فعلا رحم الله من مات، رحمهم الله شهداء قدموا دماءهم من أجل الوطن ومن أجل الكرامة ومن أجل أهاليهم حقيقة. نعم. وهذه رموز يجب الترحم عليها وعلى الأقل نذكرها ولو برحمة، والرحمة عند الله سبحانه وتعالى. وأنتوا أيضا ما قصرتوا وقدمتوا ما فيه الخير. تقريبا سنة كم يا أبو مسلم أنت سلمت نفسك إلى مدينة الحق؟ أنا بس ما بقيت فترة، وفي 72 سلمت نفسي. يعني بداية المشوار. بداية المشوار نعم، سلمت نفسي. طبعا استقبلوني الناس استقبال طيب جزاهم الله خير، وبعد الإجراءات اللازمة مع إجراءات الحكومة الجماعة أشاروا إلي، لأنه كان العدد قليل بالنسبة للفرقة مش كثير، فقالوا نحن أي واحد يسلم نفسه نريده هنا انضم إلى الفرقة. صحيح. طيب أنا وافقت وشو اسمه وانضميت إلى الفرقة في ذلك الوقت فترة، ومن ثم والله ما أدري كملت سنة أو أقل من سنة، أجاني يعني شو اسمه خبر، أو يعني مثلا استدعوني من مكتب والي ظفار في ذلك الوقت
نعم. مش محافظ ظفار، والي ظفار، صحيح، منطقة الجنوبية أو المقاطعة الجنوبية في ذلك الوقت. فاستدعوني، فلما وصلت خبروني، قالوا نحن نريد نفتح مدرسة في مدينة الحق، ونريدك أنت تقوم بالتدريس في مدرسة مدينة الحق. طبعا أنا لي الشرف أنه هذه الأمانة أمانة يعني تعتبر أمانة كبيرة كبيرة، صحيح. نفس الشيء، البلد بحاجة إلى ناس، بحاجة إلى شو اسمه، الأبناء بحاجة إلى تعليم، والمنطقة بحاجة إلى تعليم. لبيت النداء ووافقت، وبعد اللي جاي إجراءات كم من فترة كذا أخذنا مستلزماتنا. نفس الشيء كان عندنا في مندوب مدني موجود، والمندوب المدني الله يرحمه أحمد بن سعيد، الشيخ أحمد، الشيخ الله يرحمه. أحمد بن سعيد حار الله يرحمه، الله يرحمه. ومعه مجموعة عساكر مدنية نسميهم نحن عساكر مدنية، صحيح. يعني حتى أنا ذاكر لبسهم، والله لبسهم اللي ذاكر كلنا يعني لبس موحد، دشداشة وشماق وعقاب على الرأس. لما جهزونا والمرحوم الشيخ أحمد سلموا سيارة، طبعا الطرق في ذلك الوقت بالنسبة للجبال ما يوجد أي طريق في المناطق الجبلية، كله عن طريق الجو. شحننا السيارة والخيمة اللي هي بتكون للطلاب أو للتدريس، مع أدواتنا، مقاعد وأدوات مدرسية ومستلزماتنا عن طريق الجو، اتجهنا إلى مدينة الحق. مدينة الحق فيها مطار، عاملين المطار موجود هناك. نزلنا في المطار وأخذنا أدواتنا وأشياءنا، أخذناها إلى الموقع اللي ممكن نستقر فيه، موقع يسمونه وقف جت في مدينة الحق. نصبنا الخيمة وأشياءنا وكل شيء، وبعد كم من فترة أعطينا خبر للمنطقة أنه أنا مكلف من قبل الدولة على أني أقوم بالتدريس. فحاولنا نستقطب بعض الأبناء من المنطقة بما فيهم ذكور وإناث. يعني أنا أذكر العدد اللي حصلنا عليه أو تواجد معنا حوالي سبعة، سبعة طلاب ذكور وإناث ما شاء الله في الخيمة هذه. استمرينا فترة هكذا في نفس العدد هذا. لعلمك الخيمة دائما أنت عارف الخيمة يعني مرات تنهد، صحيح، ومرات تثبت وتنهد، وهي باعتبار نعتبرها هي زي ما بتقول فيها غرفة الطعام، ونعتبرها بالنسبة للنوم للطلاب، ونعتبرها للتدريس. يعني هذه ما شاء الله تحوي الأشياء هذه كلها، غرفة الطعام نفس الشيء، ما هو للطلاب ليلا يناموا فيها من داره بعيد اللي ما يستطيع أن يروح، صحيح، خارج المركز برا. استمرينا على هذه الفترة فترة ونحن على نفس الوضع هذا. حيا الله أبو مسلم، الله حي. كلام جميل وحقيقة فيه من الكفاح، يعني وأنت رجل مشهود لك ومش أمام وجهك، يعني بالسيرة الطيبة، وقدمت الحمد لله الكثير. أبو مسلم، طبعا أنت ذكرت لي في الحديث على أساس أنه نحن نبين للمستمعين أنه في هذاك الوقت في سنة 1972 كان مكتب والي ظفار هو من أسس عبارة المدرسة، وهو المسؤول عن المدرسة، نعم، عن طريق أتوقع خدمات المناطق. خدمات المناطق، نعم، خدمات المناطق، نعم. طيب بالنسبة لشو اسمه لدور الفرقة في هذاك الوقت، كيف كان دورهم بالنسبة للمدرسة؟ أنا قبل لا أخوض في دور الفرقة، بالنسبة لي أريد أذكرك على أنه هذه المدرسة تعتبر أول مدرسة على مستوى جبال ظفار أو على مستوى رياف ظفار، اللي هي صحيح. مدرسة مدينة الحق. طيب دور الحين آتي إلى دور الفرقة، نعم. نحن لا نستطيع أن نحمي أنفسنا، لأنه الحماية بيد الله وبيد الدولة، والفرقة هي كل شيء بالنسبة لنا، هي تعتبر الحماية عسكريا وغذائيا وماوى، حتى ماوى تاوينا بالليل، اللي يعني كثير من الناس يتجهون ليلا إلى مقر الفرقة، طلاب أنفسهم، بعض الطلاب.
شفت كيف؟ نعم. نحن في ذلك الوقت بالنسبة للفرق، الفرق يعني مش فرقة خالد وبس، فرق الفرق الوطنية هي تعتبر الشريان الوحيد أو الشريان الرئيسي بالنسبة للمناطق الجبلية، سواء على مستوى المناطق الجبلية أو على مستوى البادية. صحيح. ليش؟ لولا الفرق ما كان لا أمن ولا أمان موجود، والفرق هذه بيقدمون يعني خدمات جليلة للوطن وللدولة وللمواطن، لأنه يعني هي تعتبر الشريان الوحيد. الفرق من أتى إليها بالرغم من ظروفهم قاسية بالنسبة للرواتب، الرواتب يعني متدنية، ما في رواتب يعني كبيرة أو رواتب كثيرة، يعني رواتب كانت قليلة، لكن الناس مجتهدين ومخلصين لله وللوطن وللدولة ولحماية المواطنين. شفت كيف؟ سواء على مستوى المناطق الجبلية وعلى مستوى البادية، فهذول الناس يعني صراحة يعني ما بيقصروا، ما قصروا معنا يعني، حتى بيترددوا. وحتى أنا أتكلم عن فرقة مدينة الحق، كانوا مشكلين من أنفسهم رجال يشرفون على المدرسة. جميل. ليلا ونهارا ويسألون ويستفسرون، إذا احتجتوا أي شيء، إذا نقص عليكم أي شيء نحن مستعدين. جزاهم الله جزاء المحسنين. حقيقة يا أبو مسلم، دور الفرقة كان دور كبير جدا، كبير مثل جدا. ما تفضلت. نعم. يعني هم الشريان اللي بيغذي الجبال وأيضا البوادي في هذاك الوقت. نعم. يعني قدموا خدمات جليلة حقيقة يعني، ومثل ما تفضلت أيضا نفس الظروف، كان ظروفهم حتى مش مهيئة. أولا كان في حروب في هذاك الوقت. نعم. هم أنتوا ما شاء الله بتدرسوا، وفوقكم ما شاء الله شو اسمه القذائف، وفوقكم العدوان. نعم. كل نعم جانب. نعم نعم. تنهال علينا القذائف يا أبو شموخ، والله نعم. بتنهال علينا القذائف أكيد. شفت كيف؟ وحتى المجموعة اللي ذكرت لك فيها، ذكرت لك إياها، نحن يعني بما فيهم المدنيين الله يرحمه الشيخ أحمد بن سعيد وجماعته، وأنا كلنا مصلى، كل واحد عنده بندقية، استلمنا بنادق من الحكومة حماية لأنفسنا. والله يعني كان طرف صعب جدا جدا، ولكن الحمد لله بفضل إرادة الرجال، بفضل الله، بفضل إرادة الرجال والناس المخلصين، كل شيء له بداية صحيح ونهاية. صحيح. طبعا أنتم ما شاء الله يعني أول ما أسستوا المدرسة جزاكم الله خير، تأسست يعني هي بحماية الفرقة في نفس المنطقة اللي أنت ذكرتها حاليا. نعم. خفج أتوقع. نعم. استمريتوا كثير هناك المدرسة؟ استمرت وقت طويل وين في نفس الموقع هذا؟ نعم. الصور استمرت حتى أوائل الثمانينات في نفس الموقع، في نفس الموقع هذا. وتطورت الموقع هذا بعد الخيمة اللي ذكرت لك إياها كبداية. نعم. تلتها بعض الصنادق هناك، يعني صار يعني توسعت كثرة الأعداد، البنين والبنات. طبعا المدرسة تعتبر مختلطة في نفس الوقت يعني. أي نعم. بنين وبنات، يعني صنادق وخيام، مستمرين على هذا الوضع حتى الثمانينيات. في الثمانين انتقلنا إلى المركز الإداري، بعد ما جهز المركز الإداري. المركز الإداري هذا يشمل عدة وحدات أو عدة، يعني من ضمن المركز الإداري هذا مدرسة حديثة مبنية بالمواد الثابتة، يعني مدرسة تعتبر من طابقين. أي نعم. مدرسة حديثة، وفعلا انتقلنا إلى المدرسة الحديثة، وكان على يد المراحل الدراسية ثلاثة مراحل عندنا، المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. جميل. في المرحلة في المبنى الجديد. نعم. اللي اتجهني لي أبو مسلم، بغيناك تخبرنا متى تقريبا عينوك أنت كمدير المدرسة؟ أنا أذكر يعني بعد تدريسي بسنة سنتين تعينت مدير للمدرسة. يعني في السبعينيات؟ في السبعينيات. نعم. في السبعينيات تعينت مدير للمدرسة، أدرس وأدير المدرسة. نفس الشيء ممتاز. نفس الشيء سندوا إلينا بعد الفترة كم من سنة هيك يعني كذا في التدريس، كنا بندرس وبندرس في نفس الوقت
يعني من نتجه من 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 صلالة إلى مسقط. دراستنا كانت في مسقط، درسنا حوالي 3 سنوات أو أكثر دبلوم المعلمين بما يسمى، نعم، ومن ثم إدارة مدرسية. جميل، شفت كيف. وبعدين ما شاء الله كثر الأعداد، رجعنا بعد ما خلصنا، يعني ما شاء الله المدرسة قدها متوسعة، يعني قد فيها أعداد كثيرة من الطلاب بنين وبنات. نفس الشيء الإخوة، يعني من مخرجات المدرسة معلمين من نفس المنطقة ومن الوطن نفسه، يعني يعتبر عمانيين، ومن مخرجات المدرسة نفسها. نفس الشيء الوافدين بكثرة، نعم، يجون الوافدين بعد، لأنه في مراحل، 3 مراحل، مرحلة ثانوية وإعدادية وثانوية، يعني أعداد كبيرة من المعلمين. يعني حسن، حي الله أبو مسلم. الله حي أبو مسلم. أيضا أريدك تعطينا عن المدرسة، تعرف أنه هذه المدرسة حقيقة يعني قدمت يعني أشياء كثيرة لهذه المنطقة، وخاصة مدينة الحق يعني واللي حواليها. في سنة كم انتقلت إلى وزارة التربية والتعليم؟ طبعا أنا أتكلم من السبعينيات. جزاك الله خير. الله، نحن استمرينا من 73 أو آخر 73 إلى أن انتقلنا إلى التربية في 1976. 76 رسميا أصبحنا يعني تابعين للتربية، لوزارة التربية والتعليم رسميا. يعني أنت الآن تتكلم عن عمر مدرسة تقريبا يعني حوالي قريب 50 سنة. تقريبا. يا سلام. نعم. يا هلا أبو مسلم. الله حييك. حياك الله. حياك الله أبو مسلم. حقيقة نريد أيضا نأخذ منك، في هذاك الوقت كان كل شيء صعب، عملية متابعة الطلاب صحيا والمنطقة، أريدك تتحدث لنا عن هذا الموضوع. والله بالنسبة للمنطقة، بالنسبة للمتابعة عندنا، كانت عندنا بالنسبة للأشياء الصحية يعني، أو كانت عندنا عيادة صحية، عيادة فقط فيها بعض الأدوية يعني كأسعافات أولية، وكان بيديرها الله يذكره بالخير الشيخ سالم محمد حرار المعشري. نعم، جزاه الله خير. والله كان بيقدم خدمة غير عادية، يعني كانت حتى يعني بيشيل حقيبته، أنا أذكره كان بيحمل حقيبته على ظهره وفيها دواء، وبيلف على الطلاب وبيلف على في المركز، وبيتجه من المركز إلى خارج المركز إلى المواطنين إذا سمع بأي حالة طارئة. جزاه الله خير. شفت كيف. وهو على نفس هذه الفترة، يعني نفس الفترة هذه، يعني كانت حالة صعبة جدا. نعم. جدا أبو مسلم، نحن من خلال هذه الحلقة أولا نوجه كل الشكر والتقدير والصحة والعافية إن شاء الله للشيخ حسن بن مسلم عمك المعشني بالعزيخنا، الله يعطيه العافية. وكذلك نوجه كل الشكر والتقدير للشيخ سالم بن حرار المعشني على كل ما قدمه، على كل ما قدمه في هذاك الوقت. نعم. والله يعطيهم الصحة والعافية. والمرحوم الله يرحمنا ويرحمه الشيخ أحمد بن سعيد حور. نعم، وكذلك الشيخ أحمد رحمة الله عليه. الله يرحمنا ويرحمه. الله يسلمه. يعني كان الشيخ سالم هو مسؤول في هذاك الوقت عن ما يخص الصحة، الوحدة الصحية. نعم. هذه اللي موجودة في المركز. نعم. جميل. هو كان مسؤول عنها، وهو كان يعني بمعنى والله كان متقن، يعني مهنته إتقان غير عادية، يعني سبحان الله، رجل مخلص ورجل عنده فهم. نفس الشيء أي شيء يحصل، يعني مثل حتى كثير من الناس يترددون إلى نفس العيادة هذه، وإذا سمع أنه في شخص غير قادر أنه يوصل إلى العيادة يروح مشيا على أقدامه إلى يتجه إلى نفس الدار هذه اللي فيه المريض علشان يعالجه. جزاه الله خير. علاج يعني كان علاج يعني حسب الاستطاعة. حسب الاستطاعة. نعم. الرجال هذيك الأيام صراحة ما قصروا. نعم. طيب أبو مسلم، أنا أريد أسألك عن المعوقات التي واجهتوها في هذيك الأيام، سواء في بداية السبعين أو فيما بعد أمام المدرسة. طبعا أمام المدرسة والله المعوقات اللي واجهتنا أولا وقبل كل شيء بالنسبة للمستلزمات المدرسة، إذا أردنا شيء سواء كان كتب أو إن كان أشياء قرطاسية أو شيء نقص علينا، لذلك الوقت ما في أي مواصلات، ما في أي سيارة، يعني في بداية السبعينات. صحيح. كان الطريق كله عن طريق صلاح الجو، كنا نبلغ جزاهم الله خير، نبلغ الفرقة ونقول لهم نحن محتاجين إنه ننزل إلى صلاح
فإذا كان بالإمكان يعني مثلا إذا أنتم يعني حد منكم بينزل نريد يعني بالنسبة لي أنا أريد أنزل معاكم أو أتجه إلى صلالة علشان أجيب بعض الأغراض. جزاهم الله خير. قد نحصل على الطائرة لأنه كله عن طريق سلاح الجو. قد نحصل أو قد نبقى فترة حتى نحصل على شو اسمه الطائرة هذه أو نحصل على المواصلات. هذا بالنسبة للمعوقات اللي نواجهها في ذلك الوقت. يعني كل مستلزماتنا كلها كانت عن طريق الجو، لأنه ما في طريق، يعني ما في طريق ممهد أو ما في طريق مفتوح عشان سيارة تمشي صحيح. بالإضافة طبعا أبو مسلم هو المعوق الكبير هو عدم الأمن. نعم الحرب كان عدم موجود نعم. نحن يعني وضعنا غير مستقر بالنسبة للحرب. صحيح. يعني يكاد يعني نحن زي ما بتقول في نفس المركز لا نستطيع أن نخرج إلا بحراسات. في أيام الحرب ما نستطيع أن نخرج خارج المركز أو خارج الموقع اللي نحن فيه إلا إذا كانت معنا حراسة. ليش؟ لأنه المنطقة غير مؤمنة يعني. صحيح. لحتى انتهى الحرب. لما انتهى الحرب يعني الوضع يعني استقر، وخاصة في 75 بدأ الوضع يعني يهدأ، وبدأت الناس يعني زي ما بتقول بيزاول أعمالهم أو الناس يمشوا بحرية أكثر من الأول. الحمد لله. يعني وضعنا كان وضع استقر نوعا ما. صحيح. شفت كيف؟ هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا. وبفضل جهود الرجال المخلصة، وكذلك بفضل السلطان الراحل رحمة الله عليه السلطان قابوس، ما قصر حقيقة، خدم الكثير والله يرحمه. وإن شاء الله الآن اللي بعده طبعا السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، أيضا رجل يعني على نفس النهج وعلى نفس المسار بإذن الله تعالى. نعم نعم. والله يحفظه ويبارك فيه. نعم. أستاذ محمد، أنا في سؤال ربما إني يعني هو سؤال المفاجأة، يعني أنا شفتك حتى بنفسي فترة من الفترات من كثر حرصك على الطلبة في حالة المناسبات، سواء أعوذ بالله المآتم أو الأعراس، أشوفك تدور بسيارتك عليهم كلهم إذا كانت يوم طبعا دراسية. أريدك تخبرنا عن هذا الموضوع. والله هذا أنا طبعا ما أريد أني أمجد نفسي، ولا أريد أني زي ما بتقول يعني أحط نفسي خارج مقامي. أنا دايما في أي عمل يتجه إلي أو في عمل عمله دايما حريص كل الحرص على أنه هذا العمل إن شاء الله يكون عمل إخلاص لله وللشغل اللي بشتغله. صحيح. طبعا أنا في بعض الحالات أنا حريص كل الحرص على الأبناء هذول، لأني أنا أخذت تجربة من الماضي. صحيح. الماضي حتى وإن كانوا الناس يعني موهوبين عقليا كانوا الناس مفتقرين من العلم. صحيح. فلما كبرت أنا وشعرت ومارست التدريس وعرفت إنه الناس هكذا يتغيروا ووضعهم يتغير، قلت لابد إنه نقرص في أبنائنا أو في أبناء المنطقة نحثهم على العلم، لأنه الشعوب بدون علم تعتبر شعوب يعني ايش اقول لك، يعني شعوب هي اسمها شعب، هو اسمه شعب لكن شعب بدون علم، في ظلام، في ظلام. صحيح. شفت كيف؟ فعدة مرات انا اعتقد يعني كل احاول اني افتش او احاول اني امر على الفصول في الدراسة فاتفقد يعني طالب، واذا خبروني المدرسين او انا اكتشفت بنفسي انه في طلاب غير موجودين اتجه وين الى وين يعني الى وين اتجهوا هذول الناس، اسمع انه في مثلا ماتم او في زواج او في من هذا القبيل. ايامها كانت معنا قد استلمنا سياره من التربيه، اخذ هذه السياره وانتقل الى نفس الموقع هذا، فاذا وجدتهم هناك متجمعين اشيلهم اقول لهم يلا اطلعوا في السياره بلاش انه تضيعوا حصصكم وتضيعوا يومكم الدراسي. شفت كيف؟ طلاب انت عارف يعني ناس متلهفين، لانه الناس بحاجه الى تغذيه وبحاجه الى المهم ناخذ لهم من نفس الموقع هذاك الشيء اللي ممكن يسد رمقهم ونتجه الى المدرسه. طيله اليوم يعني حتى ابناء المنطقه هم يعرفوا انا مرات يعني اخذ يعني اعتبر نفسي على يعني ما يعني اعتبر نفسي حارس
اعتبر نفسي مدرس، اعتبر نفسي مدير، اعتبر نفسي حارس. يعني حتى مرات الف على المدرسه دور ما دايري، يعني كحلقه دايريه على نفس المدرسه علشان اشوف الطلاب، هل احد منهم خرج خارج المدرسه، هل منهم حاول انه يهرب من الحصص. نفس الشيء اذا وجدت اولاد يعني مثلا يحاولوا يخرجوا من المدرسه، اقنعهم وامسكهم واقول لهم يا ابنائي المدرسة، يعني أنتم بتأخذوا كم من ساعة في المدرسة ومن ثم بتخرجوا، فالأفضل أنكم بديل يعني بتضيعوا وقتكم ورحتوا من عندكم من عند أهلكم عشان تدرسوا، يعني حرام أنكم تضيعوا وقتكم كله في اللهو وفي اللعب وفي الخروج، وأهلكم يعني متوقعينكم 100% على أنكم بتدرسوا، يعني باعتباركم بان انتم بتتامروا على اهل، يعني الطالب بيتامر على والديه، ونفس الشيء بيتامر علينا نحن وبيتامر على نفسه. طبعا في كل اسبوع اخصص يوم يكون فيها سواء كانت حصه نشاط او حصه العاب رياضيه او حصه يعني خارج المواد، المهم انه اجد فيها فرصه واجمعهم كلهم ذكور واناث وأعطيهم شيء من الوصايا وشيء من الإرشاد، أرشدهم حول أنفسهم حول طاعة الله أولا وقبل كل شيء، ثم دراستهم، ثم الولاء والطاعة للوالدين، يعني يشتغلوا مع أهلهم يساعدوا أهلهم، يعني واحد يحث نفسه على الدراسة لأنه بدون دراسة لا يمكن إنسان يعيش معيشة إلا بالدراسة. إذا درست نعم أنت إنسان، إذا ما درست دائما بحاجة إلى الناس، تحتاج إلى الناس. صحيح. لكن إذا درست كون نفسك، فدائما إن يعني بث فيهم الروح إيش روح التعاون والمثابرة والمراجعة، ويراجعوا دروسهم وأحطهم دائما على الدراسة. صحيح. فطبعا برضو إرشادات حول البنين والبنات، لأنه المدرسة مختلطة. صحيح. كيف يتعاملوا مع بعضهم، كيف هذا الطالب يتعامل مع الطالبة، كيف يعني يحترم الطالبة، كيف يحترم مشاعرها، كيف يعني يكون يعني ولد منضبط في دراسته وفي لسانه وفي عقله وفي معاملته. صحيح. يعني خاصة نحن ناس يعني أنا حامل يا أمانة حامل دمه، يعني حامل دمه من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذول جماعتي وأهلي. صحيح. بما أستطيع لازم أني أقوم بالواجب تجاههم، وفعلا جزاهم الله خير لما كبروا وعرفوا اني انا دائما نصايحي هذول تتجه لصالحهم. والله يا ابو شموخ انه في بعض الحالات يعني ايش يقولوا بس نحن الى الان ما عملنا لك شيء. قلت لهم انا اهم شيء انكم ان شاء الله تكونوا ابناء صالحين، ان شاء الله تخدموا الله، تخدموا انفسكم، تخدموا الله والدوله والوطن وانفسكم، هذا اللي يهمني انا. صحيح. وفعلا مخرجات المدرسة كما تعلم يعني مخرجاتها طيبة، يعني ما شاء الله عليهم، يعني جزاهم الله خير. حيا الله أبو مسلم. الله حييك من الشر. أبو مسلم، طبعا من تكونت المدرسة في تقريبا مدرسة مدينة الحق حسب ما أنا أذكر إنها تقريبا أول مدرسة في الأرياف، وكذلك أيضا لا ننسى الفرقة، أول فرقة أيضا طلعت إلى الجبل. نعم نعم هي فرقة نعم مدينة نعم الحق. نعم. أبو مسلم، ريدك تخبرنا عن طبعا الخدمات وخاصة ما يتم تقديمه للطلبة من معونة في هذاك الوقت. والله المعونة جزاهم الله، جزاه الله خير الحكومة، وجزاه الله خير الحكومة ما قصرت، يعني الحكومة بتبذل جهد ومساعي وخير، لأنه طبعا المدرسين أو المدرسة عليها توجيه، يعني ناس موجهين بياتوا أسبوعيا وشهريا علشان يشوفوا أوضاع المدرسة كيف، هل هي ماشية، هل أوضاعها ماشي، هل مستواها كيف، مستواها كيف، أداء المعلمين كيف، انتظام الطلاب كيف، وضع الطلاب. أضيف إلى يعني جهة من جهة الحكومة، الحكومة ما قصرت، يعني كل شيء متوفر عندنا، حتى جزاها الله خير الحكومة مدت يد العون وساعدت بمادة لكل طالب 10 ريال شهريا، شهريا تصرف لهم شهريا كعمل عملية حافز للطلاب على وتشجيع للطالب علشان يواظب في مدرسته ويواظب على الدراسة. نفس الشيء لا ينقطع عن الدراسة،
نفس الشيء ان اعداد يعني مثلا اعداد التسجيل السنوي، لانه نحن بنسجل يعني صفوف يعني الصف الاول سنويا اعداد بنين وبنات، عشان تبث فيهم روح شو اسمه تشجعهم علشان الاقبال على الدراسه. فكانوا يحسبون حسابهم للعشر ريال هذه عندما تاتي في شهريا، لانه انت عارف في ذلك الوقت كان الرواتب رواتب الاباء ورواتب الناس كانت رواتب متدنيه، ما في رواتب كثيره يعني. فالعشر هذا 10 ريال هذه يعني بتساعدهم كثير. صحيح. جزاها الله خير الحكومه يعني بذلت بما فيها الكفايه، وهذه العشر ريال والله انا بعتبرها مساعده غير عاديه بالنسبه للطلاب في ذلك الوقت، خاصه المناطق المدارس الجبليه. صحيح. هي بتصرف للمدارس الجبليه. حتى ابو مسلم كان العشر ريال في بدايه السبعين والثمانين كان العشر ريال قيمتهم يعني تقدر تسوي فيهم شيء. نعم خاصة نعم الطالب. نعم أنا أتكلم نعم عن طالب. نعم واحد عمره 10 سنوات أو أكثر أو أقل يقدر يعني يساعده في أشياء كثيرة. نعم نعم نعم. طيب أبو مسلم، أنا حاب أيضا أسألك عن مدى رضاك عن مخرجات هذه المدرسة. والله بالنسبة لي أنا راضي كل الرضا الحمد لله عن مخرجات الحمد والحمد لله الحمد على لله. ذلك ليش؟ لأنه من مخرجاتنا ما شاء الله يعني طبيب اللي حامل شهادة الماجستير واللي حامل شهادة الدكتوراه واللي والطبيب صحيح المعالج، وطبعا الأطباء اللي عندنا ما شاء الله وصلوا إلى مراتب عالية إلى درجة البروفيسور. درجة البروفيسور نفس الشيء، معروفين إقليميا وعالميا. صحيح. أضيف إلى هذا يعني تخصصهم يعني تخصص المهندس منهم والمعلم منهم والمدير منهم في واللي في السلك العسكري مدني وعسكري، يعني وصلوا إلى كافة المراتب اللي موجود يعني إلى كل الوظائف اللي في الدولة بفضل الله. فأنا أعتبرها مش مجاملة ولا محاباة ولا تعاطفا مع المنطقة، أنا أعتبرها المنطقة الجبلية الوحيدة اللي ما شاء الله عليهم يعني شرفونا، وإن شاء الله يشرف مقام خاصة طلابنا يعني ما شاء الله. أنا أعتبر يعني حصيلتهم بالنسبة للدراسة يعني أعتبر وضعهم وضع غير عادي الحمد لله. وهذا فعلا المردود هذا يرجع لمن؟ يرجع لله، ثم للدولة، ثم للوطن، ثم للمواطن نفسه والاباء والامهات والاهل، كلنا مستفيدين صحيح من هذه المخرجة. صحيح. تشريف لنا كلنا. صحيح. الله يشرف مقامه. الله يسلمك. وكذلك يا ابو مسلم ايضا الدور بعد الله سبحانه وتعالى والناس اللي ذكرتهم، انت حقيقه يعني لك دور كبير في هذا المجال، ولو ما حتى بعض الناس تقول المدح في الوجه لما إنما يشهد الله على هذا الكلام وكل ما أحمله قلبي. جزاك الله خير. والله يعطيك الصحة والعافية. آمين الله. طيب أبو مسلم في آخر هذا اللقاء إذا عندك شيء تريد تضيفه. والله عندي يعني المفروض يعني الشيء اللي أريد أضيفه طبعا يعني أنا دائما أتجه إلى الجانب التربوي. نعم. الجانب التربوي يجب أن تكون له أهمية أكثر وأكثر أكثر وأكثر، وأن تكون له متابعة أكثر وأكثر. وأوجه ندائي إلى كل أبناء المدينة والجبل على مستوى عمان كلها على أنه يكونوا خاصة الآباء يكونوا حريصين كل الحرص على أبنائهم ليواصلوا تعليمهم مهما حاولوا ومهما سار عندهم نوعا ما من الإحباط نوعا ما، أو صار وضع يعني قد أنه الطالب إذا أنا أسمع نعم الكلام أنه بعض الخريجين في الوقت الحاضر اللي ما يعني ما اشتغلوا ولا عملوا صار عندهم إحباط نوعا ما، يقولوا كيف نحن نعمل وكيف ندرس وكيف نتعب أنفسنا وكيف نجتهد، وفي الأخير عندما نتخرج يعني اسمه ننال الشهادة أو ننهي دراستنا ننام في بيوتنا. صحيح. فأنا كل الحرص انه هذا الكلام او هذا الشيء لا يقتدوا فيه، العلم نور يجب الواحد ان يتابع، لانه اذا عندك شو اسمه اذا كنت متعلم وتعلمت
ودرست وفهمت تكون شخص متصلح يعني. صحيح. ما يضيع وقتك. النداء الثاني اللي أريد أوجهه، أوجه ندائي إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه ويرعاه ويمده بالصحة والعافية، على أنه يعني أنا أطلب من الله ثم من جلالة السلطان المزيد والمزيد والمزيد، ومد يد العون للباحثين عن العمل، لأن الباحثين عن العمل لهم عشرات السنين ولهم عقود نايمين في بيوتهم ويائسين وفي حالة يرثى له. هذول الناس بحاجة إلى تكوين أسرة، بحاجة إلى الواحد يكون نفسه، بحاجة إلى الواحد كيف يعني يكون إنسان في هذه الحياة. صحيح. لأنه بدون عمل وبدون تكوين حياة وبدون تكوين أسرة وبدون تكوين، لأنه هذا الشخص أمامه بيت وأمامه أسرة وأمامه حياة، فإذا لن يكون نفسه باعتباره إنسان عايش كأنه إنسان ميت. صحيح. فأنا ناشد جلالة السلطان مد يد العون للإنسان اللي عنده مستوى واللي ما عنده مستوى بدون عمل، إن تكون نظرة الحكومة نظرة ثاقبة، وزي ما تعودنا من جلالة السلطان المرحوم الله يرحمه ويطيب ثراه إن شاء الله، طيب الله ثراه، إن يعني وزي ما تعودنا من جلالة السلطان هيثم الحرص كل الحرص على ابناء عمان، إن يكون إن يمد يد العون تجاه هذا الوضع اللي خبرت اللي شو اسمه الباحثين عن العمل. الباحثين عن العمل. نعم. الشيء الآخر نفس الشيء، في ناس متقاعدين تقاعد قديم وعندهم أسر وبينفقوا على ناس بدون عمل في بيوتهم، وناس متقدمين في العمر، وناس أدوا خدمة لله والوطن وللدولة ورواتبهم ضئيلة، والمعيشة في الوقت الحاضر زي ما أنتوا عارفين وشايفين. صحيح. معيشة أصبحت معيشة مكلفة، ومعيشة إذا الواحد يعني ما هو قادر يدير نفسه بهذه المعيشة الحالية. صحيح. بالرغم يكون عندك كثير أو قليل، أن يكون لفت نظر تجاه هذول الناس اللي قد قدموا خدمة، المتقاعدين القدامى. صحيح. اللي مات منهم الله يرحمه، والحي منهم أن يرزق في حياته، وأن تكون له نظرية من الدولة وأن يكافوه بشيء. نفس الشيء بعض الأشياء اللي ممكن أحب نضيفها، وخاصة في الـ في الـ في الـ كتوجيه بالنسبة للأشياء، كل شيء أصبح الوضع يعني بالنسبة للمواد الغذائية، بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للماء، بالنسبة للمعيشة، أصبحت معيشة كلها معيشة على كاهل المواطن، المواطن غير قادر أنه يواصل أو يواكب هذا الوضع الحالي. صحيح. فمناشد مني لله ثم إلى جلالة السلطان مد يد العون تجاه ما ذكرته. جميل. وهذا اللي عندي. وفي هذا الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى قناة الميداء والقائمين عليها. جزاك الله خير أبو مسلم، حقيقة حديثك شيق ونابع من قلب. الله يجعلك حقيقة يعني نابع من شخص عنده شعور بأبنائه وبالمجتمع. نعم. وبالكل. نعم. وكذلك نحن من خلال هذا البرنامج أو من خلال هذه القناة يعني يجب ونطالب الدولة أن تهتم بمثل هذه الرموز التي قدمت كل ما لديها من أجل أبناء عمان. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.